هل يجوز شرعا أن يصطحب لو طفلا رضيع للمسجد ويحمله بين ذراعي أثناء الصلاة؟ جاهد نعم صلى الله فعل هذا مع أمامة بنت زينب، لكن ينبغي أن يراعي مصلحة المصلين في عدم إذا كان هذا الطفل يعني كثير البكاء يشوش ببكائه على المصلين، ويعرف الأب من ولدي هذا، فينبغي له ألا يصطحبه حتى يكبر قليلا ويستطيع أن يعني أن يهدده وأن يمنع تشويشه عن المصلين. لكن مبدأ اصطحاب الأطفال الرضع أو غير الرضع إلى المساجد الأصل فيه المشروعية، لكن نحافظ على حق المصلين في السكينة والخشوع وعدم التشويش، وعلى حق الآباء في أن يربطوا أولادهم بالمساجد وأن تكون هي البيئة الحاضنة، لا سيما خارج ديار الإسلام حيث المساجد والمساجد وحدها تمثل العائلة الكبرى والبيئة الإيمانية الحاضنة التي لا ينبغي أن نصد عنها ناشئتنا كبارا كانوا أو صغارا. نوازن بين هذا كله، وينصح في المساجد الكبرى أنها توفر جليسة أطفال، تأخذ الأطفال اللي عندهم فرط حركة تجلس معهم وتشغلهم حتى يفرغ آباؤهم وأمهاتهم من الصلاة مع المصلين في سكينة وخشوع، فتتحقق بهذا جميع المصالح.